أنا عندي سؤال إجمالاً، كل التيارات تبع علم النفس بيقولوا إنه أهم شيء الواحد ليقدر يتقدم بالحياة بده يرجع للإنر تشايلد أو للطفل الداخلي اللي جواته. صحيح. كيف تقدري تحافظي على هالعلاقة الرائعة حسب ما مبين مع الإنر تشايلد تبعولك؟ ليك ما بدي فلسف الأشياء، وخليني أقول الأشياء ببساطتها. أنا بحكي ببساطة بصراحة، أنا بقول هيدا دوم من الله، يعني الإنسان بيخلق معه. هلأ كل فترة الولاد، أنا ما اشتغلت فترة طويلة، يعني فترة 18-19 سنة من حياتي خصصتها بس لبرامج الأطفال، ما عملت شي تاني. كمان هذا لعب دور كتير بحياتي، وبحس في جزء مني علق هونيك، علق ما كبر، يعني ما في شيء ما كبر، العفوية تبعي ما كبرت، في عندي أحاسيس غريبة ما كبرت، بعدني بحب كل شيء له علاقة بالولاد، يعني بوقف قدام البوبي بتمعن فيها. بعدين بتذكر أنه لا أنت خلص رح تصيري تيتا بعد شوي، أنه وعي بس حلو هذا، هيك بيساعد كمان الواحد، يعني ببسطتها. ما بدي قلت لك عقد الخبرية، بس أنا هيك عم بحكي عن حالي. هلأ للعام الشعب يعني كله بلبنان، ما بعرف الواحد كيف بيحافظ على طفولته من جوا، صعبة. بس أنا كنت أكيد هربت مثلك من عالم الأدويلت، من عالم الكبار، لو عندي هالفسحة 19 سنة مع الأولاد كنت فضل أبقى مع بهيدا العالم وما أروح على عالم الأدويلت أكيد. يعني صعبة كتير إنه واحد يوقف هيدا العالم وينتقل للعالم التاني، لأنه أنت عايش بعالم ماجيك كل الوقت، في لوموند ماجيك، لوموند فياريك تبع الأولاد، وفجأة بدك ترجع على الرياليتي تبع الحياة، والواقع صعب، وبلبنان أصعبين تضلك متأقلم. إيه أكيد صعبة، بس الإنسان أنا بقول هو بحرك حاله بحاله. عم تشوف فيديوهات الأطفال اللي بغزة هلأ عم يطلعوا بوجيك، شو رأيك؟ أنا مواطنة لبنانية، بحضر أخبار مثل أي ست بيت عشية بتقعد هي وجوزة بدوروا التيفي، وبحضر أكيد أخبار. شي شو بدي لك، بيوجع القلب كلام كتير صغير قدام الواقع يلي عم نشوفه. أكيد في صور أنا ما بتروح، يعني في عندي بخاف كتير من واقع بيصير مع الإنسان يتعود على اللي عم بيشوفه. وكل ما بحضر هودول المشاهد هيدا أكتر شي بخوفني، بصير فكر بليز شو لازم ينعملتنا، ما بقى نتعود إنه إيه ونقرأ العدد، أنا بس شوف العدد هيدا العدد بيخنقني. فكرت تعمل شي عمل خاص لألون بصراحة بهيدا الوضع؟ حسوا شي كتير أكبر مني، أني أنا لوحدي أقدر أعمل هيدا الشي. صدقا يعني أنا بحكي بكل صدق، بحس أنه كتير أكبر مني، وأنا كفرت شو بقدر أعمل لكل هالدول يلي عم بتصارع هالطفالة. إذا الدول كلياتها وكل هالعالم عم تلبس كرافتات وتطلع بالطيارات وتروح على آخر الدنيا وما حدا عم بيرد على حدا، أكيد أنه فينا نعمل، بس مش فرد لوحده، فيها مجموعات. إيه بس أنا أول شي بفكر هني عايشين حرب، نحنا عم نتلقى الأخبار، بس أنا ما عم بسمع اللي هو عم يسمعه، أنا ما عم شوف اللي هو عم بشوفه. يعني صورة الولد يلي كان عم يرجف واعي من النوم، بالرغم من كل بشاعة كل الصور اللي حدا، أنا هاي الصورة بالذات ما بقدر شيلها من قدامي. كينا عنه رجع عملوا له انترتينمنت، جيبوا له ميكي، ما حضرناه بالهلا، أكيد بس ما رح ضلها براسه، بتفرحوا بلحظتها وبتغير له جو، بس هيدا شو بده ينسي له هيدا الطفل بالذات هيدا اللحظة اللي عايشها. ما أنا بحكي صحيح. من خبرة حرب، لأن أنا بنت الحرب.